في مدينة حمص من الإرهاب تتسارع عودة المهرجانات الثقافية والاقتصادية، وبهدف إحياء النشاط الاقتصادي في الوسط التجاري بحمص. وتحت رعاية محافظ حمص، أطلقت شركة إعمار موتورز لصناعة السيارات مهرجان إعمار وأمل في ساحة الساعة القديمة. اليوم إحنا أطلقنا معرض إعمار وأمل بحمص، مثل ما شايفين بوسط هذا الدمار، لنعبر عن إرادة التحدي، إرادة البناء، إرادة أنه نعمل سوريا أكبر. طبعاً اسمها هي ساحة الساعة القديمة أو ما يسمى دوار الشهداء، لولا تضحيات شهداء جيشنا العربي السوري لما كنا اليوم، لما كنا ننتصر. هدف من هذا المهرجان أنه ترجع خطوة حلوة على السوق، يكون في حركة، أكيد الأمل موجود، والمنطقة هون في ناس لسه لهلا بتتخوف من الجي عليها، بس لا، نحن بدنا نورجيهم أنه نحن موجودين هون، الحركة شغالة، الأسواق شغالة. حمص القديمة هي الآن تشع في العمل، يبدأ الإعمار من سوريا إن شاء الله في محافظة حمص التي أريد لها أن تكون عاصمة للإرهاب، أصبحت الآن عاصمة للفن والثقافة، عاصمة للمحبة والتسامح، وهناك حركات ثقافية كبيرة وحركات فنية. تجار مشاركون أكدوا أن هذه المهرجانات تنشط حركة التسوق، وخاصة مع افتتاح السوق المسقوف بعد إعادة ترميمه، إضافة إلى تشجيع عودة المغتربين للمساهمة في إعادة بناء الوطن. نحن تجار سوق المسقوف، من ناس يعني بنعتبر حالنا جنود، سعرنا بسعر هالجنود القاعدين يعني على الجبهات. نحن كمان عم نحاول نرفع باقتصاد البلد. نحن اجينا نشارك هالمعرض الحلو، لفت نظرنا انه عمار تورز، فاجينا قلنا لهم لازم نعيد صرح الجديد، بعرق جبيننا نعيد لبني لنعاد هالصرح، فنشاركهم. وطلبنا منهم انه يشاركونا بالمهرجان ب 23 الشهر لعوده السوق، فلازم يرجع البلد، لازم يرجع البلد بعرق جبيننا، بتعبنا، بالمشاركه، بالمضافره، جميعنا مع بعض. نحن جاي لهون لنشارك بهالفعاليه الحلوه وهالمهرجان الحلو. الناحية الاقتصادية مهم كثير عنا بهالبلد، ونحن مركز اهتمامنا، والسوق المسقوف انضمام لهالفعالية رح يفتح بشكل كامل عودة أصحاب المحلات التجارية بشكل قوي. إن شاء الله رح نشهد فتح محلات بطريقة كثير حلوة، رح يكون إن شاء الله عرس بالنسبة لمدينة حمص، تمام، عرس اقتصادي. لهيك فعالية من أهم ما يكون، لأنه عم تفرجي قديش من قلب الدمار عم يرجع الأمل والإعمار لسوريا كلياتها، عم يفرجي قديش هون عم ترجع الحياة، وبندعي كل المغتربين اللي برا يشوفوا سوريا اليوم ويرجعوا كلهم من برا، يعني سوريا بحاجة لكل أولادها اليوم. بهمة رجال الجيش العربي السوري، حمص نفضت غبار الإرهاب عنها لتبدأ مرحلة جديدة من التحضير لإعادة الإعمار، التي ستسهم في دوران عجلة الإنتاج الاقتصادي بمشاركة جميع أبنائها.